الحقيقة توصلت الفترة الأخيرة، يعني أنا من الناس اللي أنا بحبهم الحقيقة كابتن شوقي غريب، ومن اللعيبة اللي مصر كلها بقى بتحبها، وكابتن شوقي غريب طبعا مصر كلها بتحبه أو معظم الناس بتحبه، لكن من اللعيبة اللي الناس بتحبها برضو عمر مرموش. وكان في كلام أنا سمعت، يعني كان في لقاء أعتقد لعمر مرموش مع ميدو في المحور، واتكلم فيه عمر مرموش على ان هو يعني كان زعلان جدا ان هو كان قاعد بيتفرج على المنتخب الاولمبي من البيت، وان الكابتن شوقي غريب اكتر واحد ظلمه في الاولمبياد اللي كانت في اليابان لو تتذكروا في ذلك. والحقيقه كلنا اتكلمنا في هذا الامر، فجمعتني مكالمه انا وصديقي العزيز هشام حسن بالكابتن شوقي غريب من شويه. بس يعني انا الحقيقه من الناس دايما الكابتن بيكلمني، كابتن شوقي وانا بكلمه، هشام بيكلمه وبيكلم، يعني على تواصل دائم. فالكابتن شوقي قال لنا، يعني انا سالته في هذا الموضوع مباشره، وهشام كمان ساله في هذا الموضوع مباشره، كابتن شوقي ما صحه هذا الكلام؟ فالكابتن شوقي قال، استغرب جدا وقال لي انا اسلام لا، ما هو طب انا بعت، قلت له بعت لمين يا كابتن؟ قال لي انا لنادي فولفسبورج الالماني. قلت له يا كابتن بص، انا يعني من الاخر انا ما بحبش اطلع في حاجه واتكلم فيها من غير ما يكون معايا مستند، ولو حضرتك مش عايزني اطلعه قول لي، ما خلاص يا اسلام واقفل الموضوع. قال لي لا ليه، ما ده موجود يعني هوريه لحضرتك دلوقتي. هو كابتن شوقي المنتخب الاولمبي عندما كان مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب خاطب الاتحاد الالماني ونادي فولفسبورج علشان يضم عمر مرموش للمنتخب للبعثه المسافره لليابان. انا ما اعرفش عمر يعرف الموضوع ده ولا لا، بالمناسبه يعني لو حد لو هو ما بيتفرجش يوصل له يعني، ولكن يعني الكابتن شوقي بيقول لي ان هو عارف هذا الامر. فلو عمر ما يعرفش او يبقى يعرف عشان ما برضه ما يطلعش يقول مثل هذا الكلام مره اخرى. ف يا كابتن شوقي بعت، قال لي اه انا بعت يا اسلام اهو الجواب اللي انا بعته لفولفسبورج. طب يا كابتن يعني ده الماني ولا؟ فاحنا ما بنعرفش. قال لي لا ده انجليزي. قال لي طيب، قلت له طيب يا كابتن قرينا الجواب. فيما معنى الجواب ان اداره المنتخب بتطالب بوجود عمر مرموش مع منتخبنا الاولمبي في اليابان، في الاولمبياد في اليابان. فالرد بقى ايه؟ طبعا بيقولوا لنا نتمنى لكم كل التوفيق وكذا، واحنا ولكن في مدير فني جديد لسه جديد في الفرقه وبيتفرج على اللعيبه وبيتعرف على اللاعبين، وهم محتاجين ان عمر احنا محتاجين ان عمر مرموش يكون موجود معانا. وهذه البطولة ليست مدرجة، ودي الحاجة المعضلة الكبيرة جدا، هذه البطولة ليست مدرجة في الأجندة الدولية، وبالتالي وده سبب رفض برضو محمد صلاح ليفربول وجلطة سراي لمحمد صلاح ومصطفى محمد في الوقت ده. ف قلت له يا كابتن بعد إذنك هطلع؟ قال لي طلع متحر بقى، يعني ما لأن أنا ما بحبش لما أجي أقول حاجة بقى. وقال لي إحنا حتى إسلام طلعنا الاي دي كارد كده، بيبقى بطاقه للاولمبياد تقدر تروح فيها تشارك تمشي تتحرك في المدينه الاولمبيه ولا حاجه، على امل ان يحصل تغيير ويحصل في الامور امور. ولكن اهو عمر مرموش في طوكيو 2020، لكن اذا رفض نادي فولفسبورج تواجد عمر مرموش مع كابتن شوقي غريب مع منتخب الاولمبي، وده حقهم بالمناسبه لان هذه الاولمبياد غير مدرجة على الأجندة الدولية، وبالتالي يحق لأي نادي رفض، لو لم يحل الأمر وديا يحق للنادي رفض هذا الموضوع رسميا، يعني محدش يقدر يقول له أنت بتعمل إيه. عشان كده يعني كان مهم جدا إن احنا نوضح ده، لأنه يعني بنتكلم مع كابتن شوقي وقال لي على هذا الأمر، وحبيت إن أنا أوضح للناس هذه الأمور.